موس شوكولاتة، وهيكون بثلاث أنواع من الشوكولاتة: الغامقة واللي بالحليب والشوكولاتة البيضة. أول حاجة هنعملها مع بعض هتكون الكيك، والمقادير هيكون 115 جرام زبدة، كوب ونص سكر، 3/4 كوب كاكاو، 2 بيضة، 75 جرام شوكولاتة داكنة، كوب وتلتين دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3/4 معلقة بيكنج صودا، ربع معلقة صغيرة ملح، نص كوب قهوة مركزة، نص كوب لبن رايب. بعد كده هنعمل موس الشوكولاتة الداكنة، هيكون مقاديره 2 معلقة صغيرة جيلاتين، 4 معالق كبيرة مية، 1 كوب كريمة، 200 جرام شوكولاتة داكنة، و1 كوب كريمة مخفوقة. الكريمة المخفوقة احنا حاطينها في التلاجة. بعد كده عندنا موس الشوكولاتة اللي باللبن، 2 معلقة صغيرة بودرة جيلاتين، 4 معلقة كبيرة مية، 1 كوب كريمة، 200 جرام شوكولاتة باللبن، و1 كوب كريمة مخفوقة في التلاجة برضو. وبعدين عندنا موس الشوكولاتة البيضة، 1 معلقة صغيرة بودرة جيلاتين، 2 معلقة صغيرة بودرة جيلاتين، 4 معلقة كبيرة مية، 3/4 كوب كريمة، 3/4 كوب كريمة مخفوقة، و200 جرام شوكولاتة بيضة مذابة. وآخر حاجة عندنا فوق الوش هتبقى طبقة صوص شوكولاتة، مقاديرها نص كوب كريمة، 3 معالق كبيرة شراب الذرة، 1 معلقة كبيرة زبدة، 150 جرام شوكولاتة مذابة. نبتدي بالكيك. هنحط الزبدة، والسكر، في العجانة ونضربهم مع بعض لحد ما يبقى الملمس بتاعهم زي الكريمة. هنبتدي نضيف البيض لهم واحدة واحدة، وكمان هنبتدي نخلط كل المقادير الجافة مع بعض. زي ما احنا شايفين الملمس بتاعها دلوقتي بقى ناعم بالشكل ده. ودلوقتي نبتدي نضيف المقادير السائلة والمقادير الجافة ونخلطهم الاثنين مع الزبدة والسكر والبيض. هنحط القهوة واللبن والشوكولاتة اللي دوبناها، ونخلط المكونات مع بعض. ما تضربش كتير طبعا علشان مش عايزين نقوي الجلوتين، ونخلي الكيك بتاعنا هش، ونحط في الصينية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. ممكن يكون في حاجة ما اختلطتش. وقبل ما افرد العجين عايزة ألزق الورقة بالشكل ده علشان تسهل عليا الفرد. وأدخلها الفرن. هي هتدخل على فرن
درجة حرارته 180 وهتقعد حوالي ربع ساعة، وزي ما احنا شايفين بيطلع ده السمك بتاعها وشكلها بالشكل ده، وبتبقى طرية بالشكل ده. لما ندوس عليها نعرف انها خلصت، لما ندوس عليها وتسيب زي اثر، بس وهي سخنة لسه هترجع تاني، هترجع لفوق تاني. اسيب دي على جنب ونبتدي نعمل اول نوع موس. اول نوع موس هنعمله هيكون موس الشوكولاتة الغامقة. هنحط الكريمة على النار، وهنحط الجيلاتين في المية، وهنجيب الكريمة المخفوقة من التلاجة، ودي القوالب اللي هنعمل بيها الكيك. وزي ما احنا شايفين دلوقتي احنا حاطين الكيك جوه القوالب دي، جبنا القوالب وقطعنا الكيك على قد القالب من جوه بالشكل ده، وبقى دي اول طبقة هي الكيك. بعد كده هنحط طبقة الموس بالشوكولاتة الغامقة، وبعدين طبقة الموس بالشوكولاتة باللبن، وبعدين طبقة موس بالشوكولاتة البيضة. الكريمة دلوقتي غلت، هناخد الكريمة وهنضيف لها الجيلاتين ونقلبهم مع بعض واحدة واحدة كده. أضفنا كل الكريمة والجيلاتين، دلوقتي أنقلهم للبول الأكبر وكمان يبردوا شوية لما نحطهم في بول مش سخن، علشان أقدر أضيف لهم آخر حاجة اللي هي الكريمة المخفوقة. هنحط شوية نقلبهم معاها، وبعدين نحط الباقي. وكده موس الشوكولاتة الغامقة جاهز، وممكن نحطه فوق الكيك. نعمل حساب طبعا لسه في نوعين موس، وما نملاش القالب على الآخر، وهندخله التلاجة لحد ما يجمد، وبعد كده هنعمل الموس اللي بعده بنفس الطريقة، والموس اللي بعده بنفس الطريقة، وبعدين نعمل الجليز بالطريقة اللي حواريها لكم دلوقتي، وأجيب الموس اللي جاهز من التلاجة. ودول جاهزين، عملنا فيهم ثلاث طبقات الموس، فاضل نحط عليهم بس الجليز اللي فوق الوش، وإحنا ده اللي هنعمله. هنجيب الكريمة هنحطها على النار، وهنحط السيرب، وهنحط الشوكولاتة والزبدة. احنا مش عايزينهم يغلوا كتير على النار علشان الشوكولاتة ما تتحرقش، عايزينهم بس يسيحوا مع بعض. زي ما احنا شايفين اللون بيلمع وحلو ازاي، فهيديها لمعة حلوة. احط فوق الوش وافرده، وهنحط
اوكي، وبعدين نبتدي بقى نطلعهم من القوالب. واخر حاجه هنعملها مع بعض ان احنا هنحط عليهم شوكولاته بيضه.